أصدقائي الصغار، أهلا وسهلا فيكم في لقاء جديد من برنامجكم الفنان الصغير. لقاءنا اليوم في حلقة جديدة إن شاء الله راح نشوف مجموعة من الأصدقاء اللي موجودين معانا في المرسم هني من مدرسة عبد الله خلف. طبعا المدرسة فيها مجموعة كبيرة من الأولاد. كل محاولاتنا إن شاء الله إحنا نحاول ننقي شوية من كل مرحلة، عندنا أولى وثانية وثالثة ورابعة، نشوفهم مع بعض ونشوف رسوماتهم. اليوم معاي هني قاعدين على الطاولة، شو اسمك انت؟ يوسف جمال. يوسف؟ محمد. محمد، وانت؟ محمود. وعلي. عاكف؟ علي؟ علي. مجموعة من الأطفال موجودين معانا. نبتدي في أخوكم محمد. يلا قول لي اسمك الكامل بالله عشان نسمع صوتك. محمد جمال عيسى القطان. محمد جمال عيسى القطان. محمد انت بأي صف؟ ثالثة ثانية. وهاي رسوماتك؟ ايه. ها؟ ليه؟ تدي باللوحة هذه أحسن؟ ايه. شوفها؟ أي شيء صح ولا شذي؟ شذي صح؟ ايه. أصدقائي الحين نشوف اللوحة هذه وبعدين نطلع من اللوحة ونشوف أخوكم محمد شو يقول لنا. اللوحة مثل ما شفتوا أصدقائي تمثل، شو تمثل هذه؟ تمثل عن البحر والأسماك. البحر؟ الأسماك، أسماك الشاطئ البحر. صوتك محمد لازم يصير قوي، ها؟ البحر والأسماك. إحنا داخل، ليش أنت بالذات غير الأولاد راسم الأسماك حجمها كبير كذي، ها؟ عشان تبين. علشان؟ تبين الصورة. تبين في الصورة، إيه. زين، في اللوحة هذه فيها ألوان حارة؟ لا. ها؟ لا. شنو الالوان هذه؟ الاخضر والبنفسجي. الوان بارده. الوان بارده الاخضر والبنفسجي والازرق، معدل. إيه. زين، ولو حاطين لون اصفر شو يصير؟ تصير الالوان شنو؟ الحاره. اي، والالوان الحاره شنو؟ قول لي اياهم بالله. الاصفر. إيه. الاحمر شلون؟ الاحمر. اي، والبنفسجي. والاسود من اي الوان؟ الحاره. أسود من الألوان الحارة؟ لا، الأسود ما صار لا حار ولا بارد، زين؟ الأسود لا حار ولا بارد، زين. اللوحة هذه أصدقائي تحتاج قوتي شوية، معفسة بس نلحق نشوفها، هني. نشوف اللوحة هذه وبعدين نرجع لمحمد. الظاهر أصدقائي أن موضوع قاع البحر من المواضيع اللي يعني واضحة في أعمال الأولاد. كل مرة نلاحظ أن قاع البحر يكون من المواضيع اللي دائماً موجودة في المراسم، سواء في البنات أو الأولاد. اللوحة هذه محمد حجمها كبير، ها؟ كبيرة يعني. كبيرة. وبعدين تحتاج أن احنا الحين نعرضها لأن فيها مجموعة، ها؟ كبيرة. مجموعة كبيرة من الألوان، شنو بعد؟ أشخاص. احنا نحاول نخلي صوت اخوكم محمد او صوت الاطفال اللي نقابلهم يكون صوتهم واضح معانا هني. لاحظوا ان اللوحه حجمها كبير ومحتاجه مجهود اكثر، لما اللوحه تصير كبيره تحتاج الى مجهود اكثر في التلوين في الشكل. طبعا لاحظنا هني ان شنو هذا الشكل؟ شكل مسجد. مسجد، زين، وهاي شنو؟ طيارة. طيارة ايش قاعد تسوي هني؟ قامت تتحرر الكويت. تحرر الكويت؟ هي تشارك في تحرير الكويت، ها؟ وفيها علم الكويت، هني الجنود وابطال شو اسمه المقاومة والناس، ها؟ تمام. زين، ايش حق حاط لي نار انت هني على؟ يعني حرقوا المسجد. نعم؟ حرقوا المسجد. حرقوا المسجد، حرقوا كل شيء هم طبعا، بس ان شاء الله الطائرات اللي فوق هذه حرقت الجنود اللي تحت، تمام، ها؟ شكرا يا محمد. احنا طبعا اصدقائي نحاول نطلع اكبر عدد من الاولاد، عشان كذي ناخذ من كل ولد رسمتين ثلاث بالكثير، علشان الحين ننقل الميكروفون من محمد الى شو اسمك؟ محمود. حلقاتنا المره كلها محمد ومحمود. يلا قول لي شو اسمك انت؟ محمود. محمد الشيخ. محمد شنو؟ الشيخ. يا هاي طبعا اصدقائي مفاجأة، بس هو طبعا انا مالي شغل فيه، يعني مولدي. محمود الشيخ اسمك؟ ايه.
مفاجأة طبعاً بالنسبة لنا هاي، تشابه أسامي. نشوف محمود أنت بأي صف؟ رابعة أول. رابعة أول؟ أصدقائي نشوف نبتدي بلوحة أخوكم محمود. شوف اللوحة هذه. اللوحة هذه فيها مجموعة من الدوائر، نخلي أخوكم محمود الحين يشرح لنا الأشكال هذه الدائرية اللي هون. شنو الدوائر هذه؟ يعني أنا ملاحظ دوائر كثيرة في اللوحة، يعني شنو هذه؟ العجل. العجل؟ عجل القواري، دراجة؟ إيه. شنو موضوع اللوحة هذا؟ وين رايحين؟ سباق العجل. سباق العجل؟ إيه. وهذيل يعني هذيل الناس الحين اللي راكبين العجل؟ إيه. إيه. منطلقين، باين عليهم منطلقين في السباق، مش ذي؟ شنو الأرضية هاي؟ شنو مسويها فيه؟ بالألوان الشمعية. والأشكال؟ بالألوان الشمعية. وأنت تعرف السوق قاري ولا ما تعرف؟ إيه. تعرف؟ عجل. ممكن تشترك في السباق؟ ها؟ ممكن؟ طبعاً اللي يرسم سباقات لازم يصير يعرف يسوق قاري، ها؟ عشان يصير. لاحظوا أصدقائي اللوحة هذه قوية جداً، فيها ألوان قوية، والألوان القوية هذه ألوان يسمونها ألوان شنو يا محمود؟ حارة. ألوان حارة. والألوان الحارة يعني يقول لي بالله نوع ولا نوعين من الألوان الحارة؟ شنو؟ البرتقالي والأصفر. الأصفر والأحمر، هاي من الألوان الحارة الأسد قوية. موضوع اللوحة شنو؟ عن الألوان الشعبية. الألوان الشعبية. تمام. الألوان الشعبية تتكون من المبخر والمرش والدلة والأشياء هذه. شوف اللوحة هذه. لاحظوا أصدقائي إن اللوحة هذه فيها دمج بين الرسوم اللي يرسمها اخوكم محمود بين الرسوم وبين الصور. عدل لاحظوا شنو الفرق الحين. شوفوا الفرق بين اللوحه وبين الرسم. هني هذا ايش سويت انت محمود بالضبط؟ سويت في اللوحه هذه جبت صوره قصيتها ولزقتها. ايه. كملت السياره. ايه. هني وهني. ايه. ورسمت انا كملت الأشخاص. يعني الصورة الشكل اللي مقصوص بالصورة تكمل أنت معدل؟ إيه؟ بالألوان. طبعاً أصدقاء البرنامج لاحظوا الحين الفرق بين الصورتين هذين. زين محمود نشوف الحين قبل لا تخلص الحلقة نشوف أخوك. شو اسمك أنت؟ علي. إيه علي. نعطي علي الميكروفون ولا تغير مكانك؟ تعال غير مكانك. تعال علي اقعد. يلا شاطر. هاي رسوماتك مثل ما محمود أصدقائي أيضا مسوي صورة ودامجها بين الصورة وبين الرسم. نشوف اللوحة هذه أيضا لأخوكم علي. شوف اللوحة هذه. لاحظوا في الجزء الأسفل في اللوحة اللي يم الغوريلا تقريبا أو الشادي ويم الأشجار. طيب شفنا اللوحة الحين. يعني الغوريلا هني نصها وين؟ بصورة نصها مكمل. والنص الثاني؟ أنا مكملها. بالألوان مش ذي؟ زين باقي اللوحة شلون تتخيل مثلاً الحين الغوريلا هذه وين قاعدة؟ الغابة. الغابة. إذا لازم تكمل اللوحة بشنو؟ شكل؟ مو هي قاعدة في الغابة؟ وش تكمل باقي اللوحة وين تخليهم قاعدين؟ من بين الأشجار. الأشجار طبعا ما يصير هني الجزء في الغابة وتحط قنفات ورا وقاعد على القنفات. ها يصير الغوريلا قاعد على القنفة؟ يصير ما يصير طبعا. لازم يصير الجو يناسب الصورة. قول لي بالله نسينا احنا ما قدمنا علي حق أصدقاء البرنامج. قول لي شو اسمك؟ علي عيسى. علي عيسى. أي صف أنت؟ ثالث ثاني. ثالث ثاني. نشوف اللوحة هذه أخوكم علي أيضا. لاحظوا أصدقائي ترى اللوحة هذه حلوة جدا فيها وقوية فيها ألوان قوية جدا. شوف شكل النار يعني. شوف الحين أنت علي لاحظ مسوي يعني بداية النار باللون أصفر وبعد شوي برتقالي وبعد شوي الأحمر الأحمر وتالي في الآخر شو يصير؟ أسود. أسود. شنو الأسود هذا؟ النار؟
دخان. دخان يعني اللي شافوا صورتك الحين او شافوا رسمتك يعرفون ان علي مركز انه في بدايه النار باللون الاصفر وبعدين برتقالي بعدين الاحمر تالي عادي يطلع الدخان كذي. هذه انت كنت تشتغل هني في مرسى انت اول عشان كذي اصدقائك اللي قاعد يشوفون اللوحه يعرفون انك انت ما كملت علشان ما لحقت. نشوف اللوحه هذه ايضا اصدقائي هذه من اللوحات المعبره هني اللي فيها افكار حلوه يعني. اخوكم علي عيسى راسم لنا هني مجموعه من الطائرات الحربيه مقاتله وفي ذيل كل طائره علم من اعلام دول التحالف والدول الصديقه اللي وقفت مع الكويت في حرب التحرير. واخر طيار هني ايش مكتوب؟ لن ننسى أسران. لن ننسى أسران. هاي الطيارة شو طالعة فوق في السماء وتقول لن ننسى أسران. مش ذي؟ طيب أنت ودك تقول كلمة في النهاية كذي؟ شو تقول؟ أتمنى أصير رسام كبير. تتمنى إنك تصير رسام كبير وبعد؟ بس. طيب ومحمود شو تتمنى أنت وش تبي تقول يعني؟ اللهم يرحم شهداءنا. هاي الأدعية أصدقائي لازم نقولها في كل حلقة والأولاد يقولونها بنفسهم يعني. اللهم فك قيد أسرانا. قيد أسرانا. وأنت شو تقول؟ ما تعرف تقول مثل ما تقول اللهم ارحم شهداءنا على الأقل؟ قول. احنا طبعا أصدقائي عارفين إنه ما راح يتكلم فخلينا على كتر ضيف شرف الحين كذي معانا بس أخوه محمد قام بالواجب. شو اسمه أخوك؟ يوسف. يوسف القطان. أصدقائي بعد المقابلة مع الأولاد وشفنا رسوماتهم ننتقل الآن إلى فقرة أخرى من برنامجنا. أفكارنا اليوم اللي راح أو الفكرة اللي راح نشوفها اليوم في المرسم أيضا يعني تكون متابعة من الأفكار السابقة لعمل فني صغير يعني حجمه صغير وفي نفس الوقت يكون له فائدة ويعطي تأثير حلو على المرسل إليه. في مرسل المرسل والمرسل إليه يعني أنا أشتغل أسوي الكرت هذا وأدزه حق صديق والصديق هذا يستلم الكرت ويشعر أن أكو عمل فني يحتفظ فيه مو مكتوب عادي وخلاص ينتهي. لا في عمل فني في الكرت هذا يحتفظ في الكرت يخلي ذكرى. حتى الناس اللي قاموا يسافرون ونزلوا أول ما ينزلون في بلاد يعني جديدة أو شيء يأخذون من المطار كرت من صورة من معالم البلد ويحطون عليها طابع ويدزونها حق الأصدقاء علشان يعرفون إن إحنا وصلنا البلد الفلاني وفي المنظر الفلاني وإحنا قاعدين في المكان الفلاني. إحنا هني من داخل الاستوديو نرسل كروت معايدة لكل أصدقاء البرنامج كرت واحد لكل الأصدقاء. الشغل بهذه مالت الطباعة ترى يعطينا لون واحد أو درجة واحدة من الألوان لكن لما نستخدم الألوان شوف هاي ورقة صغيرة نسبة الورقة هذه بالنسبة للورقة هذه نسبة يعني شوف ماكو شوف هاي شكبرها هاي شكبرها صغيرة طبعا مع الألوان تكون ما تبين. احنا هني نلون اصدقائي لاحظوا ان الالوان هذه المائية يعني الشينية اللي فيها اللي الذوب بالماي الشينية هذه الخفيفة هي اللي تعطينا فرصة ان نطبع ولا لو اشتغلنا بالالوان هاي الماركر القوية ما تعطينا فرصة بسرعة تنشف.
في نتائج ممتازة جدا تطلع من خلط الألوان المائية مع الألوان الشمعية. أصدقائنا الصغار اللي توهم الحين يعني أولى ابتدائي طبعا ما لحقوا على الكلام اللي قلناه قبل من كم سنة، وإحنا طبعا تأخرنا عليكم مدة. الألوان الشمعية لما نحط عليها ألوان مائية ما تنمزج مع بعض، ما تتداخل مع بعض، لأن الماء أو الشمع يطرد الماء فما يخلي الماء يثبت على الشمع. فشوف شلون يعني حركة بسيطة جدا، شيرة صغيرة لطفل في أولى ابتدائي فيها لون أخضر ولون أصفر، بعدين مشى اللون الأخضر بالألوان المائية وخلى الشمس باللون الأصفر والكوخ باللون الوردي، هاي كلها بالألوان الشمعية. بعدين أعطاها طبقة من الألوان المائية فعطتنا اللوحة الخيالية هذه، يعني أنا أعتبرها من اللوحات اللي ممتازة، واللي يفهمون في رسوم الأطفال راح يشعرون أنها هي لوحة ممتازة. هني ما في تداخل في الألوان، ولا في شمعية ولا مائية ولا شيء داش على بعض، لا هني في لوحة صريحة واضحة. شوفوا تعلموا شلون تفرقون بين اللوحات، لوحة واضحة صريحة جدا، سور الكويت القديم، وكان في بوابات والبوابة مفتوحة والناس يطلعون على البعارين من باب السور ويردون ويقولون طلعنا من باب السور بيرقنا بيرق منصور، ويردون مرة ثانية إذا ردوا دخلوا المدينة مدينة الكويت أيضا يكونوا مستانسين، وإذا طلعوا رايحين للتجارة ولا السفر ولا رايحين أطراف الكويت أيضا ولا رايحين الحج ولا رايحين أي مكان يطلعون من باب السور والناس ينطرونهم وهم راجعين. فهذه لوحة طبعا في بعارين وفي خيول. هني اللوحة هذه تمثل الكعبة وتمثل الحج، بس طبعا الولد شحقه خلى اللون الأصفر يطغى على اللوحة، ما أدري يمكن يكون قصده كان أيام حر أو يعني أو يبين اللون الأصفر يبين لنا يعني شكل اللون منور يعني عشان جلال المكان وهيبة المكان. فطبعا هذه أفكار تعود للأولاد نفسهم. لوحة وشوف الحجاج شلون، طبعا اللوحة لا زالت في الخلف الحين، وإحنا على قدر الإمكان إحنا نلحق الوقت علشان إن شاء الله في الأسبوع القادم نلتقي مع بعض وتكونوا معنا إن شاء الله، وأيضا يكونوا معنا أصدقاء يدد ينضمون لأصدقاء البرنامج علشان نتابع مع بعض أعمالنا الفنية. أشوفكم على خير ومع السلامة.